الخميس واليوم الجمعة 22 مارس 2024. اليوم يرجع معنا النيس عبد القادر بوجلبان. بوجة صح شريبتك، مساء النور. صح شريبتك، تحياتي كريم، تحياتي للكيب الموجودة الكل معنا، وتحياتي لكل مستمعي ومشاهدي سبور ماج. كما كنا الجمعة يجينا الصادق قحبيش. صادق صح شريبتك. صح شريبتك كريم، صح شريبتك النيس والخي الكل في الرجي بيسير. إن شاء الله فهمتني نعدي إن شاء الله. كيف كيف موجود معنا في الكوتي تكنيك عمر رحماني في الإخراج، وكذلك نادر بشيدة في إخراج الصورة، والبداية ستكون بالفار. الفار، ماذا يحدث في النجم الرياضي الساحلي؟ هل غادر عثمان جنيح هيئة الإتوال، ومن سيعوضه؟ ما ثماش خير مصادق قحبيش، عنده أقل من ساعة ونص من اللي جاء من سوسة. أكيد إن شاء الله تكون عندك شوية أخبار كونسيرنو هذا الموضوع. الحقيقة برشا ضبابيه، لأنه سيواصل أم لا عثمان جنيح، لأنه لوح بالمغادرة منذ مدة، والآن حالته الصحية يبدو أنها لا تسمح له بمواصلة تسيير النجم الرياضي الساحلي. وحديث كبير برشا على حامد كمون، الدكتور حامد كمون، أنه قرب برشا من كواليس الإتوال، قد يكون رئيس الهيئة التسييرية القادمة في النجم الرياضي الساحلي. صحيح كريم، هو منذ فترة يعني طويلة سي عثمان أبدى رغبته في معناها تخلي على التسيير، لأنه وصل كما نقوله فهمتني ولا الطريق مسدود، ما لقاش برشا دعم، لقى روحه زاد في حالة صحية خلينا نقوله معناها تعب حرجة نوعا ما، برشا ضغط فهمتني، خاصة المشاكل كما تعرفوا المادية اللي أثرت على الفريق. لكن دوبوي معناها الكوميسيون ليتيج بدأت تخدم على روحها، وتمكنت من فض زوز نزاعات معناها متاع اللاعب محمود صابر والعوافي، وتوا براتيكمان معناها 30% فهمتني ولا واصلين في الزوز نزاعات اللي يمشيوا باراليل، اللي هما معناها واحد قرروا باش يكون هو الجمهور، وهو فهمتني ولا اللي باش يحاول انكور اون فوا يحل المشكله هذه متاع كوناتي اللي مليار و600، وايضا المشكله الثانيه متاع لعب كوليبالي وكوناتي. وبالتالي اليوم عثمان جنيح أعرب عن استعداده معناها لي باش يعمل باساسيون المقاليد التسييرية والإدارية في الفريق. في الآونة الأخيرة رينا رجوع إلى فهمتني ولا أسوار النادي للدكتور حمد كمون، اللي هو ماهوش جديد على التسيير، كان قاعد تسلم رئاسة النادي في الفترة اللي ما بين 2009 و 2011 بعد سي معز شرف الدين، وأيضا زادا فهمتني في وقت مش بعيد كان موجود، وكان معناها صلب الهيئة ظهر لي مدة سنة أو سنة ونيف، ومن بعد معناها هو بجوده فهمتني ولا غادر. المرة هذه يقولوا إلي كونه الهيئة التسييرية جديدة باش يرأسها هو، وباش يقع تزكيتها من لجنة دعم وحكماء النادي. ما هو كل فريق وعنده لجنة، لجنة دعم في النادي الصفاقسي والحكماء. اي الحكماء، وأيضا فهمتني هي اللجنة ديجا اجتمعت توا ثلاثة شهور كان مانيش غلط، وقتها فهمتني ولا اي فوالا في جام في بعد الفينال تاع السوبر كوب، وقتها فهمتني خذيت قرارات معناها دون لو تون فهمتني، وقع فهمتني الاستغناء معناها عن خدمات عماد بن يونس بالتراضي، هما تفاهموا بالتراضي، ولكن معناها ما عطاوش دي سوليسيون. صحيح. اللجنة هذه خلت الأمور في الضبابية، يعني قالوا الجمهور وحده خذ الانيسياتيف. صحيح الدكتور كريم عكروت وقتها هو مع ثلة من الأخيان خبراء محاسبين محامين وكذا اللي معروفين بانتمائهم للنجم الرياضي الساحلي، هما اللي خذوا على عاتقهم باش ينشئوا هذه الكوميسيون اللي تيجي وبداوا يخدموا. ولكن وحدها غير كافية دكتور، وحدها غير كافية، هما تو واصلين حقيقة راهو نحكيو على معناتها 5-6 مليارات لازمك تلمدهم، هما تو كريم واصلين مليار وشوية ونص بريسك، مازال ما تمرش كبير. لا مازال تثنية، حتى ما قال اللي كونه معناها لو ترافاي ديجا فيه، لكن معناتها في النوادي الاخرين باستثناء ممكن النادي الافريقي في وقت ما، في النوادي الاخرين ولو حتى النادي الافريقي وقت وقفت مع الجامعه، الانيسياتيف صحيح تخرج من الجماهير يتلمد المليار الاول ولا المليار الثاني، ولكن تلقى رجال اعمال الحقيقه تكمل الباقي. تو كيما في النادي الصفاقسي مثلا الجماهير في الحمله الاولى مليار و200، الحمله الثانيه مليار و800،
بقى الأردوزة فيها 3-4 مليارات كملوها رجال أعمال ومسيرين في الفريق هذا وذاك. كيف كيف حمادي بصبي على رحمه وقتها أعطى مليار بدأ هو ثم الجماهير كملت كيف كيف بعض الأحباء في الجهات الكل بعض التجار في الجم وغيره الأمور السياسية تبعت وقتها جست باش نقول لك اليوم معناتها فقط الجماهير تو لا مو جماهير برك لا هما تو يمشيو ان باراليل الدوسي نتاع كوناتي هذاك للجماهير معناها اي فلوس يجيبوهم جروبات ولا الممثلين عن خلايا الاحباء والا الاحياء للجنه هذه او المقاهي والممثلين خاطرهم عملوا اكثر من 45 ظهر لي ولا 50 نقطة. معناها نقطه والا بيرسون ريفيرونس نسميهم هذوكم يمشيو للدوسي كوناتي واللجنه هي بجوده خذت على عاتقها باش تكلم معناها فهمتني ولا رجال اعمال وميسوري الحال وحتى اللاعبين القدامى تو مثلا فهمتني خالد بن سيسي فهمتني تبرع معناها هو راهو الحكايه دكتور مش نجيك بايز هذا كيف كيف مش نجيك يعني عبد الرزاق الشابي كيف كيف اليوم ثلاثه تبرعوا ديجا معناها تلقى تنبثق لجنه من وسط الجمهور راهو لجنه باش تلمد فلوس وحتى قانونيا ممنوع انك تلمد فلوس في تونس بطريقه غير قانونيه معناتها ومع ذلك معناتها خذوا الريسك والناس عطات فيهم كونفيونس راهو سي با فاسيل واحد يخرج فلوس من جيبه باش يعطيهم للناس ما يعرفهمش يحطوهم في جيبهم يدفعوها ما يدفعوهمش فما برشا شفافيه كريم باللي يكون باللي يكون ومع ذلك معناتها الجماهير معناتها ما شفناش حتى حملة تشكيك حتى وسط جماهير الإطوال في بعضهم ما شفناش حملة تشكيك الناس الكل يدو حتى قلب واحد من أجل معناتها إشعاع راية النجمة النجمة الحمراء نجمة النجمة الذي الساحلي ولكن هذا ديما في حاجة إلى دعم من رجال الأعمال ربي يشفيه ساعة قبل كل شيء عثمان جنيح قدم الكثير للرياضة التونسية وخاصة للنجمة الرياضي الساحلي أنيس ولكن يد واحدة ما تصفقش وحامد كمون ليس برجل أعمال وليس برجل ثري اللي قادر بمفرده أنه ينقذ النجم الذي يستحق أول حاجة كما قلت أنت ممكن فيدراتور مجمع كذا بالعكس بروفيل به خاطر بعد جاي صادق في موضوع هذا تمنيتنا أول حاجة بالشفاء والعودة السريعة إلى كيف إلى كيف إلى أسرته إلى أسرته إلى كافة مع الأسرة الكبيرة للنجم الرياضي الساحلي ولجماهير النجم الساحلي تمنيتنا ليه بالشفاء هذه حاجة أكيدة كيف ما قلت أنت كريم أول حاجة اليوم الجماهير يعطيهم الصحة اليوم سون امبليكي في الديفي هذايا والتحدي هذايا نعرفوا اللي التحدي الكبير الفترة الجاية للنجم الساحلي راهو ماهوش رياضي التحدي هو مالي وخلاص الخطايا انا هذه عبرت عليه وحكيت عليه وقلنا رياضيا راه الاطوال معنيه حتى بالتشامبيونز ليج العام الجاي حتى بالترشح كل الفرق معنيه كل بجنب بعضهم كل بعد الترشح 12 نقطه البقيه الكل 6-5-4-3 كل بجنب بعضهم بيان سور كيف ما قلت لك هو اهم ديفي انا حسب رايي هو الديفي والتحدي المالي اللي هو باش يرجع الاطوال كما عرفناها سابقا بقى اليوم الجماهير يعطيهم الصحه وكانوا معناتها بداوا معناتها كما نقولوا الباركور هذايا نتاع انهم يلمدوا الفلوس لجمعياتهم لكن خلينا نكونوا صريحين راهو الجماهير وحدهم ما ينجموش يلمدوا لي مونطون الكبار هذوما راهو اليوم مسؤوليه رجال الاعمال في الساحل في سوسه لرجال الاعمال الشركات الكبيره الموجوده في الساحل غاديكا راهم هذوما هما الوحيدين ينجموا معناتها يفكوا الازمه للنجم الرياضي الساحلي الفتره الجايه وذاك علاش اليوم بارك الله فيهم الجماهير ويعطيهم الصحه على المجهودات اللي يقوموا بها لكن راهو غير كافي ويلزم بون حاجه باهيه زاده خلينا نوهوا عليه نوهوا بها انه لي زونسيان جوار زاده نتاع ليتوال اللي هما بادروا بالمساهمه الماليه هذه الكبيره بقى ديما نرجع نقول راهو ما يفك ازمه النجم الرياضي الساحلي راهو كان رجال الاعمال موجودين بالساحل وراهو المونطون في الاخر شفتوا 5-6 مليار دويت اللي تحكي لي انت راهو حكايه فارغه حكايه فارغه راهو رجل اعمال فقط في سوسه ينجم يحل المشكل ماهوش رجال اعمال ممكن بيجي نتاع تيل في سيزون باش ما نقولش اكثر ولا اقل هكا ولا دكتور انا ما غير ما نشبه معناها كل واحد قلت تيل في سيزون خاطر هي منطقه سياحيه معناتها هذاك علاش قلت ما نقصدش ما معاش قبل راهو باه دكتور نحي لك الجوندويت ساعه وكاستيلو من اليد نعرفك ما ديما ما غير جوندويت ما عنديش جوندويت اي باه قلت لك نحي لي جوندويت لانه السؤال معناتها نحبك تجاوبني عليه بكل صراحه ما عنديش جوندويت عمري ما لبست جوندويت ثاني من برج وي وما نحكي وما حكيناش فيه حتى في الاوف والله لا حكينا فيه حتى في الاوف دكتور اليوم مش كان في النجم الرياضي الساحلي ما عرفش كيفاش نوصلها لك في كل الفرق ديما الناس اللي
تسير ولا اللي تعطي الفلوس قل لك أنا ما نتحملش تبعات ولا مسؤوليات ناس قدم وغلطوا كذا ودفعوا لأنه الناس الكل تغلط وتصيب. اليوم تشوف شيء أنه تواجد حامد كمون اللي هو شخصية جامعة اللي هو ابن النجم الذي سيحلي اللي هو لهم من كلون هذا ولهم من كلون هذاك ثم دو تروا كلون في الإتوال لهم الفامي القديمة لهم الفامي الجديدة قد يبن أزمة مع شام كلونات إيه. باقي موجودين في كل الفرق ديما ديما موجود طايح ديما موجودين تي ديما موجودين ديما موجودين وديما اللي هذا يجبد ليه هذا معناته انسان يحب الاتوال سير قبل كرئيس نادي قبل هان فيدراتور انسان قادر انه يجمع تشوف انت سي لومير بروفيل معناته اليوم حامد كمون من اجل اعاده لم شمل عائله النجم الذي سيحلي اللي هو الحل الوحيد الكفيل لخلاص الديون واعاده اشعاع الفريق هو راهو ما فماش حتى حل اخر لانه اليوم شكونوا رجل اعمال اللي عنده معناها سيوله كبيره واللي ينجم يجي اليوم يمنع نجم الذي الساحلي حتى كان ثم مش يحطوه واحد والاخرين لا مثلا تو رفع المنع من الانتداب كريم وحده ما يحلش المشكله اليوم فما نفقات يوميه فما لاعبين تاع باسكيت فما لاعبين تاع هوند ما عندهمش حتى ما عندهمش كريم تاع اربع شهور راهو فما عباد تلعب خذت حتى مليم عند اربع شهور فما لاعبي كرة قدم فهمتني ولا معناها ما خلصوش من نوفمبر ولا من اكتوبر زاد كيف كيف فما مصاريف كبيره راهو العباد مركزه كان على المنع من الانتداب مي سي با سا البروبليم اكاو اليوم النجم الرياضي الساحلي في حاجه للاربع مليارات اللي باش يكمل بهم من منع من الانتداب وفي حاجه القدم على الاقل دي ستيفان داني باش يا ولدي وفي حاجه اقل حاجه ساعه قبل كل شيء عنده 2 مليار اخرين باش يخلص لي سيكسيون دو سال الشارج نتاعو الكل لي سيكسيون دو سال ساعه قبل كل شيء وعنده خطايا وعنده ديون الجامعه زاد وعنده لا ديون الجامعه ديجا خلصوا من البارتيسيباسيون تاع الكود وعنده زاد سبونسور سبونسور كونديسيونيل اي سبونسور قاعد هذاك كونديسيونيل حسب لي زوبجيكتيف كونديسيونيل خاطر لي زوبجيكتيف ما تبصش برشا الاطوال نحكيو على الشارج مش على البرودوي ما نحكيوش على لي زونتري نحكيو على الشارج وعنده شارج كان يحب يبدا سيزون افيك دوتر امبيسيون دونك كي نحسبوا الاردواز الكل جروسو بودو النجم الساحلي حاجته او موان ب 8 مليارات مش باربعه برك و8 هذوما مليارات نظام الرجل الواحد اللي سيرنا به في تونس البروفيل تاع حامد كمون جاوب ايه انا جيتك البروفيل تاع نظام عندنا معنا زوز نظامات يسيروا في تونس في الكوره يا نظام الرجل الواحد ولا العائله يا نظام الرجل الواحد يجي واحد عنده برشا فلوس وكذا فهمتني هو اللي يحكم في مقاليد النادي الكل من البوسان حتى شي للسينيور والا تجي اون بيرسون عندها فهمتني القبول بلوز او موان من الاطراف الكل والناس كل تتوحد معاها وكل واحد يمد يده فهمتني ولا للعجينه كي بور ان بيريود كي بور ان بيريود في تونس ثاني واحد من الناس دونك مازلنا في الهوات واضح خاطر عندنا احنا بروفيسيوناليزم تاع هوات واضح دونك بربي جوست كمل كريم بسرعه سي دكتور حامد كمون عنده لو بروفيل سي ان تري بون كوميونيكاتور ويلم موتور دو لوي وكل شيء لكن سيوله ما عندوش باش تحط حامد كمون ولا باش تحط زيد ولا باش تحط عمر ما غير سيوله سافا يتر ميم استوار ماني نفس المشكل ماني بارفوا البيرسون هو اللي نجم يجيب لك الفلوس ان شاء الله كيبدا فيدراتور نجم يجيب ان شاء الله ان شاء الله يجيب الفلوس باسكو كي سور في لا بيريود اللي شد فيها حامد كمون الاولانيه من 2009 ل 2011 ما كانش ازدهار كبير على المستوى المادي راه زاد كيف 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 رضا شرف الدين كي دخل على عجز نتاع 2 مليار 700 وقت على ليبوك ولا 2 مليار 500 اليوم يقابل تو ليكيفالون تاع 7 8 مليار يعني بور تو دير احنا الراجل معناه نتوسموا فيه خيرا وراوه برمي لي تري بون بروفيل لكن على مستوى كوميونيكاسيون ماركتينغ ما ينجمش يخدم وحده اما عجبتني كلمه النظام حسيتك تفهم برشا في الانظمه خاطر بعد شويه عندنا سؤال مهم جدا يعني في الانظمه بين النظام الملكي والنظام الجمهوري فهم كان في النظام داري